مرحبا. باستخدام منتجات الدرة عم بتكون الوصفات البيتية مميزة وسهلة جدا. اليوم في عندي وصفة مميزة رح نحضرها أنا وياكم. اليوم وصفتنا رح تكون داود باشا باستخدام منتجات الدرة. داود باشا، نستخدم كوبين من رز الدرة مغسولين، رح نضيف مرق اللحم ورح نضيف السمنة الحيوانية. نستخدم اللحم المفروم ناعمة، رشي من الكزبرة، رشي من الملح، بصل مفروم بشكل ناعم، كزبرة خضراء مقطعة بشكل ناعم، ورح نخلطهم مع بعضهم البعض. بهالشكل وبهالحجم فينا نحضر طابات اللحمة، نحمر شوي أو نشمع. رح نضيف الثوم مقطع بشكل شرائح، رح نضيف الطماطم وربع البندورة، كوب من مرق اللحمة، ونترك المزيج يغلي مع بعضه البعض. صارت عنا الوجبة جاهزة، فينا بكل بساطة نقدم الرز مع الداود باشا. وصحتين وعافية.